سلالة. الناس اللي ساكنين يجيو عندنا ساكنين كاملين الناس اللي ساكنين ما خلطوش مع عباد الله الناس اللي ساكنين يجيو كنعيش واحد الحاله اخرى من هذه الاشكاليه ديال البنايات الاليه السقوط اليوم مع واحد مجموعه ديال الاسر واحد البنايه اللي كتضم مجموعه ديال الاسر اللي صراحه كنتاسوا ان كاين مجموعه ديال الاكراهات اللي كيواجهوا هاد الساكنه. اول حاجه البنايه مهدده بالانهيار في اي لحظه، وثاني حاجه ان هاد الاسر هادو الله يحسن العون ما عندهمش فين يمشيو، ما عندهمش واحد الامكانيات ماديه اللي كتخول لهم انهم يمشيوا لديك العمليه ديال اعاده ايواء. اليوم رفقه السلطات المحليه غنشوفوا شنو هو الحل، يعني اللي غنشوفوه رفقه السلطات المحليه حنا كمقاطعه تريبليوت الكوتي ديالنا هو اننا حنا نحاول ما امكن نشوفوا هذه البنايه هذه شنو هو الوضعيه القانونيه ديالها حاليا. حاليا كتبان لك واحد البنايه اللي ما بقاتش مهدده بانهيار، لا هي حاليا في وضعيه انهيار. الدور ديالنا رفقه الشركه المعنيه حنا غنحاولوا ما امكن نقوموا بمتعين، وليخ فيكم اننا بالامس عبد الامس كان عندنا واحد الاجتماع مطول مع السيده رئيسه مقاطعه تريبليوت السيده كنزه شريبي اللي كتعطي لهذا الملف هذا واحد الاولويه على اساس انه يتم الاستعجال بهدم هاد البنايات هادو، مجموعه ديال البنايات اللي كتواجه بالتراب مقاطعه تريبليوت. ماشيين ويديروا لهم فين يسكنوا، دابا ما بغاو يخرجوا فين غيمشيو. اليوم علاش نعرفوا ان اليوم تخلعنا، اليوم احنا مخلوعين، اليوم احنا مخلوعين ما قديناش نوقفوا كاع والله. تحبنا احنا طاح على البنت ولا طاح على شي حد فين غنوليو؟ ايوا لا هادشي اللي بغيت نقول انا. ودابا بنادم يعني بنادم مغامر براسو بحياته وبمو وبختو وولادو وكلشي، ولكن الله غالب امكانيات ما كايناش باش غتمشي تستعقر في قنت خور ولا تكري ولا تشري، راه ما كاينش، راه ما وصلناش الجهه. يعني راه كنتمناو من دولتنا ومن بلادنا ومن المسؤولين ديال المدينه يساعدونا. راه هذا لا يعني راه الدار كلشي شتو، راه الدار شتو راه كامله رايبه. نطلبوا من الله ولا كاين شي محسنين ولا كاين شي مساعده ولا كاين شي، حنا مغاربه ولكن راه هذا لا، حنا وطنيين. كاين اربعه العائلات تما، اربعه العائلات يعني راه لا اله الا الله، زعما لو وقعت شي حاجه الله يسر لا قدر الله راه كارثه. ما يمكنش دولتنا غتسمع فينا حنا في هذه الحاله هذه. وكون عندنا الامكانيات راه على الاقل بنادم غيمشي لشي واخا يمشي يشريها بالريكه يستقر فيها. ولا هاد الحاله هادي بقى عايش الرعب، فين ما تكلم شي رعده ولا شي شتا ولا يضبب الحال ولا حنا كنعيشوا رعب، رعب حقيقي ماشي زعما كاين، والله ما كنعس من الخوف ديال دابا تريب هنا طيح، دابا تريب هنا طيح، دابا تريب هنا طيح. شنو السبب ديال السبب؟ هو البني قديم، البني راك عارف البني قديم ماشي شي بني اللي بالاساس والبيطون وداك الشيء، بني قديم العود والتراب وداك الشيء راه سنين. يعني رانا حنا راه ساكنين بها دابا جاي تقريبا قرابه 20 سنه. والعلم لله شحال عندها هي فهمتيني ولا يعني راه لا اله الا الله والبديل ما كاينش. شنو كتمنى دابا من الدارج ولا من المسؤولين انهم يديروا شي حاجه؟ نتمنى المسؤولين يلقاو لنا شي حل، شوفوا لنا شي ابسط الحلول حنا قابلين عليها، ابسط الحلول حنا ما باغيناش كبيره. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.